مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة كالعادة إن شاء الله هتكون حلقة مهمة ومميزة، هيكون أغلب حديثنا النهاردة عن مباراة الأهلي وبيتا كلوب الكونغولي في طبعا أولى مباريات النادي الأهلي بدوري المجموعات ودور 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة الهامة جدا جدا بالنسبة للفريق في مستهل مشواره في هذه المرحلة الصعبة والمهمة نحو طبعا سعي النادي الأهلي لعودة هذا اللقب الغائب من فترة كبيرة جدا. وفي الحقيقة جمهور الأهلي مش متعود خالص ان بطولة دوري أبطال أفريقيا تغيب لأكثر من 5 مواسم، بالتالي استعدادات قوية. مباراة النهاردة هتكون صعبة جدا جدا، فريق قوي وصل لنهائي بطولة الكونفدرالية السنة اللي فاتت، خسر من الرجاء ذهابا في المغرب 3-0، مباراة الإياب كسب 3-1، ده معناه ان هو فريق قوي، وكان كسب كمان فريق المصري البورسعيدي في قبل النهائي بنتيجة 4-0 على ملعبه. فبالتالي يعني المباراة اكيد صعبة جدا، فريق قوي جدا، ممكن يكون في بعض العناصر بشكل كبير عنده اتغيرت، وبعض اللاعبين احترفوا بعد البطولة اللي فاتت وبطولة الكونفدرالية وان هم كانوا وصيف هذه البطولة، لكن يبقى فريق قوي عنده امكانيات كبيرة كمان في الكونغو، بينافس دايما فريق مازيمبي الكونغولي اللي يمكن في هذه اللحظات المباراة تنتهي مع فريق نادي الاسماعيلي. واكيد نتمنى كل التوفيق للاسماعيلي. الشوط الاول ضاع منهم ضرب الجزاء للاسف ضيعها باهر محمدي، لكن بما انه فريق مصري ايضا نتمنى له كل التوفيق في هذه البطوله. فالاهم ان شاء الله النهارده مباراه الاهلي تكون بدايه قويه للفريق في دور المجموعات، مش عايزين نتعرض لنفس الامور اللي تعرضنا ليها الموسم الماضي. اول مباراتين خدنا نقطه واحده، الموقف كان صعب قوي، الكثير كان بيتوقع ان النادي الاهلي يعني خلاص مهمته هتبقى صعبه، لكن يعني تحققت المفاجاه وقدر النادي الاهلي ان هو يوصل للنهائي. مش دايما عايزين نوصل بس النهائي، احنا عايزين ناخد البطوله، ده الهدف الاساسي والاسمى لكل المسؤولين والجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي، واكيد لكل الجماهير الاهلاويه في كل مكان. طيب نتيجه الاسماعيلي للاسف الشديد، الاسماعيلي خسر 2-0 من مازيمبي، رغم ان مع نهايه الشوط الاول كان الاسماعيلي اقرب ان هو يتقدم بضربه جزاء بعد طرد كمان الحارس المازيمبي، حارس مازيمبي الكونغولي مع نهايه الشوط، لكن باهر محمدي للاسف ما كانش موفق في احراز هذه ضربه الجزاء. مش عارف ليه مش حسني عبد ربه اللي شاطها، لكن ايا كان دي النتيجه، لكن لسه مشوار طويل، مجموعه صعبه جدا بالنسبه لفريق الاسماعيلي، لكن لسه مشوار طويل بالنسبه لهم ان شاء الله يقدروا يعوضوا. ملعب كان صعب جدا، اكيد كلنا عارفين ملعب مازيمبي من الملاعب الصعبه ان انت حتى تحرز فيها اهداف، لكن بشكل عام نتمنى ان يعني اول مباراه ما بين فرقتين من مصر والكونغو، النهارده خسرت بتفوق الكونغو على الاسماعيلي او تفوق مازيمبي على الاسماعيلي، ان شاء الله المباراه الثانيه تكون عكسها تماما، ويقدر النادي الاهلي يتفوق على فريق فيتا كلوب الكونغولي ايضا ويقدر يفوز بنتيجه جيده عشان يحصد اول 3 نقاط في مشواره وما نتعرضش زي ما قلت لكم للامور اللي حصلت الموسم الماضي. طيب شباب الثوره عمل ايه يا جماعه؟ من سيمبا تنزانيا، شباب الثوره خسر 3-0 من سيمبا تنزانيا، طبعا دول معانا في المجموعه اكيد مباراه كانت مهمه جدا، فبالتالي سيمبا تنزانيا ماشي كده بشكل جيد. تمام يا جماعه خلاص كده سيمبا تنزاني ماشي بشكل جيد وقدر ان هو يحصد اول 3 نقاط في هذه المجموعه، المجموعه الرابعه، ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يفوز النهارده في مباراه هتكون غايه في الاهميه. تشكيل وارد جدا ان هو يكون مختلف النهارده في بعض العناصر الجديده، احنا عارفين النادي الاهلي يعني تم قيد كل من رمضان صبحي ياسر ابراهيم، وايضا الصفقه الاغلى في تاريخ النادي الاهلي وهي صفقه حسين الشحات، واللي ان شاء الله كلنا منتظرين منه هو وكل اللاعبين مش حسين بس كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله، منتظرين منهم الكثير والكثير، ويقدر النادي الاهلي يتفوق في مستهل مشواره بدوري المجموعات ودور ال 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله تكون بدايه قويه جدا واول 3 نقاط للنادي الاهلي. عايزين كمان نشوف النادي الاهلي مختلف من حيث الاداء والنتيجه، ان احنا عارفين الفتره اللي فاتت النادي الاهلي ممكن مباراه بيراميدز كانت اول مباراه لمستر مارتين لاسارتي المدير الفني الاجواني النادي الاهلي، خسرنا للاسف 2-1 رغم ان الشوط الاول كان رائع بالنسبه للنادي الاهلي، الشوط الثاني المعدل قل شويه سواء المعدل البدني الناحيه الفنيه والاداء ما كانش جيد، نفس السيناريو تقريبا حصل في مباراه سموحه، كسبت 1-0 لكن دايما كان الشوط الاول افضل، الشوط الثاني تراجع في الاداء شويه، ممكن تغييرات الاصابات اللي حصلت هي اللي اثرت بشكل كبير، سواء اصابه جيرالدو او محمد محمود اللي بنتمنى له ان شاء الله كل الشفاء والعوده سريعه من الملاعب، لكن ان شاء الله النهارده نشوف اداء قوي جدا جدا من النادي الاهلي. طيب
علشان نطمن على الفريق بشكل اكبر خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد ومرافق لبعثه الفريق في مقر اقامته في برج العرب قبل ساعات قليله من انطلاق المباراه اللي هتنطلق ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء باستاد الجيش ببرج العرب. يا كريم مساء الخير عليك، طمنا على كل استعدادات النادي الاهلي قبل ساعات من انطلاق المباراه. برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين جمهور النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي وفيتا كلب الكونغولي اولى مباريات دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. عايز ابدا معاك امير في البدايه بحضور جمهور النادي الاهلي، دور كبير والمسانده مطلوبه والدعم والتكاتف خلال المرحله القادمه، مرحله مليئه بالتحديات، عندنا اصابات، عندنا غيابات، سوء توفيق كبير جدا بيواجه لاعبي النادي الاهلي، لكن يمكن الكل على قلب رجل واحد دي مش كلمه بس، لا بالفعل بتكون في ارض الملعب النادي الاهلي بالفعل لعيبه النادي الاهلي بتبان في هذه المواقف الصعبه النهارده اولى المباريات. بنتمنى البدايه تكون موفقه، بدايه النادي الاهلي في البطوله الماضيه يمكن كان فيها ايضا كمان سوء توفيق، لكن النهارده ان شاء الله مع حضور جمهور النادي الاهلي بهذا العدد كنا بنامل ايضا يكون العدد اكبر من كده، لكن المجهود الذي بذل من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على ان يكون في تنسيق مع وزاره الداخليه القوات المسلحه استاد برج العرب بحضور هذا العدد، ومن معلوماتنا ايضا كمان زميلي امير ان بالفعل النهارده ان شاء الله باذن الله هنشوف من 9000 ل 10000 مشجع متواجدين للنادي الاهلي، عدد كان مخصص للدعوات بالنسبه للاعضاء، وايضا كمان عدد طرح على الموقع الالكتروني بالفعل تم نفاذ الكميه بالكامل ان شاء الله باذن الله. عايزين المباريات القادمه كمان يكون العدد اكثر من كده، النادي الاهلي محتاج بشكل كبير جدا لجمهور خلال هذه المرحله، وايضا كمان الجمهور محتاج للعبة للنادي الاهلي، الكل يمكن مرتبط بشكل كبير جدا وحاله خاصه جمهور النادي الاهلي مع لعيبه النادي الاهلي حاله خاصه جدا يا زميلي امير في هذه المواقف بالفعل بنستنى المسانده، بنستنى الدعم، بنستنى تواجد جمهور النادي الاهلي، وبالفعل ان شاء الله النهارده يكون هتاف فقط لجمهور النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، التشجيع المثالي المعتاد لجمهور النادي الاهلي، الدعم مطلوب جدا، وباذن الله ان شاء الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. متواجدين كالعاده زميلي امير في فندق الاقامه مع فريق النادي الاهلي المتواجد هنا في الاسكندريه بعد مباراه سموحه، كان قرار موفق جدا لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني مع الكابتن محمد يوسف مع الكابتن سيد عبد الحفيظ الاستمرار هنا في الاسكندريه لمزيد طبعا التركيز، فرض مزيد جدا من التركيز خلال الايام الماضيه. مستر مارتن كمان حاله الانسجام مطلوبه، يمكن الراجل ما بقالوش فتره كبيره جدا مع النادي الاهلي، فاكيد كل ساعه وكل دقيقه وكل تدريبه بيكون متواجد فيها الراجل بيحاول ان هو يقعد مع اللعيبه يتكلم معاهم، شوف طبعا ايه القصور المتواجده في بعض اللعيبه، بيحاول يطبق كمان الفكر الفني اللي احنا بنشوفه في التدريبات، الراجل يمكن عنده جمل تكتيكيه، عنده رؤيه فنيه، لكن محتاج طبعا وقت بسيط، لكن يمكن الازمه او مش ازمه كمان زميلي امير ان احنا عندنا تلاحم كبير جدا في المباريات هذا الشهر اكثر من مباراه في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، النادي الاهلي مباشره بعد هذه المباراه 48 ساعه وهيتوجه الى مباراه شبيبه الثوره الجزائري، لكن مباراه زي ما بياكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره كل مباراه ليها ظروفها، مرحله النادي الاهلي بيقسم اقل مباريات في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام مباراه بكل ظروفها، تنتهي المباراه تغلق هذه الصفحه والاستعداد مباشره يكون للمباراه الماضيه. الظروف اللي بنتكلم عليها وسوء التوفيق امير اللي بيقابل فريق النادي الاهلي النهارده يمكن متواجد في عدد كبير من الغيابات على راسهم احمد فتحي، سعد سمير، صلاح محسن، احمد الشيخ، وليد ازارو، واخيرا محمد محمود. اللي حابين طبعا نوجه رساله واكيد جمهور النادي الاهلي بالتاكيد النهارده هيكون في رساله هامه جدا للاعب الوافد الجديد لفريق النادي الاهلي محمد محمود بعد الاصابه الاخيره، اكيد ان شاء الله المسانده مطلوبه، جمهور النادي الاهلي لابد يكون متواجد خلف هذا اللاعب، كان الراجل ظهر بشكل مميز جدا في المباراه الاولى له، لكن الاصابه قضاء وقدر، كل الدعم ان شاء الله لكل المصابين لفريق النادي الاهلي وبالتحديد محمد محمود باذن الله ترجع احسن من الاول. ايضا كمان زميل امير جمهور النادي الاهلي بناكد عليه اكتر من مره النهارده، كمان عايز اكد لك واقول لك دعوات هتكون بوابه 3 اولى شمال والمقصوره، دخول الجمهور من اولى شمال والمقصوره بوابه 3، ايضا بالنسبه لي الباب 7 هيكون ليه حاملي دعوات الدرجه الثانيه باذن الله، كمان حابين نشيد بوزاره الداخليه والقوات المسلحه على التعاون الكبير ان شاء الله النهارده تكون في سهوله، يكون في يسر للدخول لجمهور النادي الاهلي، العدد هيكون كبير قبل الماتش، لعيبه قبل الماتش طبعا هيكون في عدد من الجمهور واصل، لكن بالفعل الساعه 3 تم فتح الابواب بالكامل لجمهور النادي الاهلي، اكيد الساعه 7 او الساعه 7 ونص هيتم غلق هذه الابواب اللي بيكون متواجد باذن الله النهارده في تعليمات يمكن العميد علاء اكد عليها، ما يبقاش في اي العاب ناريه، ما يبقاش في يمكن ازايز، حاجات كتير جدا طبعا بيتم التنبيه عليها لجمهور النادي الاهلي، لان الهدف هو تشجيع النادي الاهلي فقط في هذه المباراه، وباذن الله يكون موفق مستر مارتن كابتن محمد يوسف لاعبي النادي الاهلي، يكون التوفيق معنا زميلي امير، وباذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير.
يا رب يا مساء ان شاء الله باذن الله كريم. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، قال لنا كل التفاصيل وكل كواليس بعثه الفريق او طبعا استعدادات الفريق قبل مباراه فريق فيتا كلوب في الساعه 9 مساء، وان شاء الله يكون النادي الاهلي يعني موفق في هذه المباراه. يا رب كمان ما يبقاش في اصابات النهارده، نتمنى يعني، لان للاسف النادي الاهلي عنده سوء حظ كبير جدا، يعني ما بيحصلش غير نادرا يا جماعه ان الفريق يبقى عنده عدد الهائل ده من الاصابات، وبعدين اللعيب بيرجع من اصابه ممكن لعيب اخر غايه في الاهميه برده بالنسبه لفريق النادي الاهلي يتصاب. يعني نفسنا القايمه بتاعه المصابين بالنسبه للنادي الاهلي تبقى فاضيه خالص، بقى لنا فتره كبيره جدا جدا ما بنقولش ما عندناش مصابين. يا رب ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي يتدارك هذه الامور، يشوف المشاكل فين ويقدر يحلها، النواقص اللي ممكن يكون محتاجه الجهاز الطبي، لان الدكتور بصراحه دكتور جيد، الموضوع مش عنده خالص يعني، خلينا نتكلم بصراحه، لو في اي نواقص محتاجه الفريق اكيد مجلس اداره النادي الاهلي مش هيبخل وهيعكف على علاج هذه النواقص بالنسبه لفريق الكره بالنادي الاهلي، عشان ان شاء الله نلاقي قائمه خاليه من الاصابات. وارد ان يكون في اصابات لكن مش بالعدد الكبير ده، ويقدر النادي الاهلي يكون مهيئ بشكل اكبر ان شاء الله يقدر ينافس على كل البطولات وكل المباريات ويحقق النتائج الايجابيه كالعاده. طيب نبتدي بقى في حلقه النهارده من كلام في الميديا، خلينا نروح نشوف اهم العناوين. الأهلي يبدأ مواجهات الكبار أمام فيتا كلوب. الأهلي يحشد قوته الهجومية للفتك بفيتا كلوب. الشحات وياسر ورمضان أسلحة لاسارتي لإسقاط بطل الكونغو. الأهلي يخشى مفاجآت فيتا كلوب في بداية المشوار الأفريقي. الأهلي يؤكد جاهزية سعد سمير لموقعة الجزائر. وزير الرياضة يرفض المجاملات في لجان كأس الأمم الأفريقية. صلاح في التشكيلة التاريخية لليفربول في عصر البريمير ليج. طيب يعني دي كانت اهم العناوين لحلقه النهارده، اكيد هنتكلم بتفاصيل اكتر وتفاصيل هامه جدا في كل العناوين اللي عندنا اللي بتخص النادي الاهلي بالتحديد بشكل خاص قبل مواجهه النهارده ان شاء الله امام فريق فيتا كلوب. هذه المواجهه الهامه، وكمان معظم الاخبار اللي هتكون مهمه على الساحه الرياضيه المصريه، مش بس كده كمان الاخبار اللي موجوده على الساحه الرياضيه العالميه. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل. تعديل بس سريع كده، فريق سيمبا التنزاني كسب فريق شبيبة الثورة الجزائري بنتيجة 3-0 مش 2-0، ودول طبعا اللي بينافسوا النادي الأهلي وفيتا كلوب في نفس المجموعة، المجموعة الرابعة من دور المجموعات ودوري أبطال أفريقيا. واضح كده إن سيمبا التنزاني، طبعا المباراة كانت في تنزانيا على ملعب سيمبا، واضح كده إن فريق سيمبا التنزاني بادي البطولة بشكل قوي جدا، فوز 3-0 يعني فوز جيد بالنسبة له، وبداية جيدة إن شاء الله بداية النادي الأهلي النهاردة ما تقلش عن هذه البداية القوية، وخصوصا ان انت هتقابل المباراة الجاية فريق شبيبة الثورة الجزائري، مباراة شمال افريقيا كده كده بتبقى مباراة قوية جدا حتى لو الفريق مش كبير، وكمان الحاجة التانية ان فريق شبيبة الثورة الجزائري هيبقى عايز ان هو يفوز او على الاقل تقدير ان هو يحقق نتيجة ايجابية، فبالتالي هنا او من هنا جاية صعوبة هذه المباراة. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكون موفق في مباراة النهاردة ويقدر يفوز بشكل جيد ونتيجة جيدة قبل المباراة القادمة امام فريق شبيبة الثورة الجزائري، وقبل مباراتي فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة والرابعة، احنا عارفين المباراتين هيكونوا ورا بعض على طول. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. خلينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في صحف النهاردة. الاهرام، الاهلي يستهل مشواره في دوري الابطال الافريقي بلقاء فيتا كلوب، 5 اسباب تشعل مواجهة الوصيفين، ولاسارتي يخشى ارتفاع ضحايا الإصابات. أخبار اليوم، الأهلي يفتتح مشوار مجموعات الأفريقي أمام فيتا كلوب الكونغولي الليلة. الجمهورية، في مواجهة فيتا الكونغولي الأهلي يبدأ المشوار للبحث عن الانتصار. الأخبار المسائي، الأهلي يخشى حمى البداية أمام فيتا كلوب. الأخبار المسائي، الأهلي وفيتا كلوب الانطباعات الأولى تدوم، الأحمر يبحث عن بداية قوية لدور المجموعات الأفريقي ومروان يقود الهجوم.
المصري اليوم: الأهلي يحشد قوته الهجومية للفتك ببيتا كلوب. المساء: الأهلي متحفز لضربة البداية مع بيتا كلوب. الشحات وياسر ورمضان أوراق لاسارتي الرابحة لإسقاط بطل الكونغو. الشروق: الأهلي الجديد في اختبار صعب أمام فيتا كلوب الكونغولي. لاسارتي يستقر على الدفع بالشحات وإبراهيم في التشكيلة الأساسية ومروان يقود الهجوم. في اليوم السابع: الأهلي يبدأ مواجهات الكبار أمام فيتا كلوب الليلة في دور المجموعات الأفريقي. الشحات ورمضان وياسر يدعمون الأحمر. لاسارتي يتطلع لأول انتصار أفريقي وبطل الكونغو يتمسك بالفوز. الدستور: الصفقات الجديدة تحمل آمال الأهلوية أمام فيتا في بداية المشوار الأفريقي. الوفد: الأهلي يخشى مفاجآت فيتا كلوب بدور المجموعات الأفريقي. لاسارتي يحذر من آفة الشوط الثاني. ورحيل النجوم يهدد بطل الكونغو. طيب، الأخبار كلها طبعا تتكلم عن مباراة النهاردة. طبعا دي كواليس اللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشة، دي كواليس فريق النادي الأهلي في مقر إقامته في برج العرب، أحد الفنادق القريبة من استاد الجيش. وإن شاء الله واضح طبعا الجدية على اللاعبين والتركيز الشديد، وإن شاء الله النهاردة يكون الفريق موفق بشكل كبير جدا في هذه المباراة وهذه البداية في دور المجموعات. طيب، الاخبار كلها طبعا في الصحف النهارده بتتكلم طبعا فيما يخص النادي الاهلي، يعني بتتكلم عن مباراه اليوم ومباراه فيتا كلوب. طبعا مباراه صعبه جدا. نبتدي بالاهرام اللي بيتكلموا على ان الاهلي بيستاهل مشواره في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بلقاء فيتا كلوب، وقالوا ان في خمس اسباب مهمين جدا بتخلي هذه المباراه صعبه جدا والتركيز هيكون كبير من لاعبه النادي الاهلي. الخمس اسباب من وجهه نظر طبعا جريده الاهرام، وهي خاصه بان الفريقين طبعا وصلوا لنهائي البطولتين الافريقيتين الموسم الماضي، سواء النادي الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا وما كانش موفق للموسم الثاني على التوالي. الموسم قبل اللي فات خسر امام الوداد، الموسم اللي فات خسر امام الترجي، للاسف ما وفقش ومفس بهذا اللقب، ان شاء الله يكون موفق السنه دي. كمان فريق فيتا كلوب وصل للنهائي امام فريق الرجاء المغربي وخسر ايضا هذه المباراة النهائية، بالتالي يعتبروا فريقين واصفين وبيهدفوا طبعا لتحقيق البطولة الأهم في أفريقيا، بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. كمان من ضمن الأسباب أو تاني الأسباب اللي بتتكلم عليها جريدة الأهرام، وهي خاصة بانتظار الجماهير لمشاركة حسين الشحات النهاردة، أحد أغلى الصفقات في تاريخ النادي الأهلي وأغلى اللاعبين المصريين اللي تم التعاقد معهم في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام. احنا عارفين إن أغلى صفقة هي صفقة كينو في بيراميدز، يعني لكن كلاعب مصري دي اغلى صفقه بالنسبه للاعب مصري داخل الدوري او جاي من بره على الدوري المصري، فبالتالي في انتظار وترقب كبير لمشاركه حسين الشحات الاولى مع النادي الاهلي النهارده، وهيحمل القميص رقم 15، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. كمان في ترقب لباقي الصفقات اللي ممكن تشارك بشكل اساسي في مباراه اليوم، ابرزهم طبعا رمضان صبحي وياسر ابراهيم، هم ثلاث صفقات اللي تم قيدهم حتى الان في القائمه الافريقيه، اللي بعد قيد هذا الثلاثي لسه ناقص اربع اماكن في القائمه الافريقيه في يعني مداولات ما بين اعضاء الجهاز الفني ومستر لاسارتي، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ، على اسماء الاربعه الاخرى اللي هيتم قيدها خلال المرحله المقبله. بالتالي اكيد في ترقب كبير جدا لمشاركه هذه الصفقات، وهؤلاء اللاعبين ان شاء الله يكونوا اضافه قويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مستهل مشواره الافريقي. كمان مستر مارتن لاسارتي ده السبب الرابع، وهو ان اهميه هذه المواجهه بالنسبه له. الجماهير بتترقب طبعا البصمه الهجوميه الخاصه بمستر لاسارتي. مستر لاسارتي لعب حتى الان مباراتين محليين مع النادي الاهلي، هذا اول اختبار افريقي بالنسبه لمستر لاسارتي من خلال مباراه اليوم. طبعا المباراتين المحليين النادي الاهلي خسر امام بيراميدز 2-1 وفاز على سموحه بنتيجه 1-0، بالتالي النهارده هيكون اول اختبار مهم جدا لمستر لاسارتي في بطوله دوري ابطال افريقيا. باذن الله بصمته يعني هتبان مع الوقت ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي، ويقدر ان هو يحقق كل امال وطموحات الجماهير الحمراء. كمان الفوز النهارده وده السبب الخامس اللي بتتكلم عليه جريده الاهرام، وهو الفوز هيكون مهم علشان يتم حصد الثلاث نقاط في محاوله لتفادي البدايه بتاعه الموسم الماضي امام فريق طبعا الترجي، وايضا كان فريق
كان فريق مين يا جماعه اللي في مجموعه النادي الاهلي؟ الاوغندي، فريق اوغندي كان مع النادي الاهلي الموسم اللي فات، كان بلا سيتي. فبالتالي كانت البدايه كانت صعبه بالنسبه للفريق، خساره اول مباراه وتعادل مع الترجي، او خساره المباراه الثانيه وتعادل في المباراه الاولى مع الترجي. ان شاء الله السيناريو ده ما يتكررش مره اخرى بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون البدايه جيده. خليني اقول لكم التشكيل المتوقع بالنسبه لفريق النادي الاهلي النهارده، واللي اعتقد هو ده اللي هيكون الاقرب ان الفريق يلعب بيه مباراه الليله امام فريق فيتا كلوب. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه كل من محمد هاني كمدافع ايمن، وعلي معلول كمدافع ايسر، وهيكون اثنين المساكين بنسبه كبيره. طبعا ده مش تشكيل رسمي يا جماعه، ده تشكيل متوقع. هيكون ياسر ابراهيم الوافد الجديد من سموحه، وايضا ايمن اشرف لاعب الفريق. في نص الملعب الاقرب حتى الان عمرو السوليه وهشام محمد، مع احتماليه تواجد كريم نيدفيد على حساب هشام محمد، واحنا شفنا كريم نيدفيد في المكان ده كان بيأدي بشكل اكثر من رائع في مباراه طلائع الجيش لو تفتكروا كلكم، في بطوله الدوري واللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 2-0، كان عمل مباراه اكثر من رائعه كريم نيدفيد، واعتقد ده مكانه الرئيسي يعني. فالمفضله لسه بالنسبه للجهاز الفني، اكيد هو استقر خلاص في هذه اللحظات وقبل المحاضره الاخيره قبل المباراه، لكن احنا بنقول المتوقع حتى الان. فقلنا في نص الملعب هيكون عمرو السوليه هشام محمد او كريم نيدفيد مكان هشام محمد. في الخط الهجوم الامامي بالنسبه للنادي الاهلي هيكون ناصر ماهر، رمضان صبحي، وحسين الشحات، ودول الاقرب اللي هيعاونوا اكيد المهاجم الوحيد والاوحد في معسكر النادي الاهلي في هذه الفتره هو مروان محسن، في ظل غياب صلاح محسن للاصابه، وايضا في ظل غياب وليد ازارو للاصابه. فبالتالي مروان محسن ده محسوم الموضوع ده ان هو هيكون مهاجم الفريق النهارده ان شاء الله. مهم جدا باذن الله ان الفريق يقدر يحصد الثلاث نقاط اليوم، وكمان يخرج بدون اصابات ان شاء الله في مباراه النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي. طيب خلينا نكمل اخبارنا، واهم الاخبار النهارده ونعلق عليها. الاخبار المسائي كان بيقول ان الاهلي بيخشى حمى البدايه امام فيتا كلوب، ده اللي اتكلمنا عليه، ان البدايه دايما او البدايات دايما في اي بطوله بتبقى مهمه، او اي مرحله انت بتبتدي فيها ومرحله ممكن تبقى طويله شويه، ودور مجموعات احنا عارفين بيبقى فيه 6 مباريات، فالبدايه دايما لازم تكون قويه. مش عايزين نفس السيناريو يتكرر بتاع السنه اللي فاتت ان شاء الله، باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. كمان الاهرام المسائي قال، او الاخبار المسائي عفوا، قال ان الاهلي وفيتا كلوب الانطباعات الاولى تدوم، واحنا زي ما بنتكلم برضو يعني الكلام كله في نفس المعنى، ان دايما البدايه والانطباعات الاولى هي اللي بتديك دفعه قويه جدا نحو استكمال مشوارك في مختلف البطولات. وكمان بيقولوا ان مروان محسن هو اللي هيقود الهجوم، وده شيء مفروغ منه وبديهي جدا. المسا كمان اتكلمت على ان الاهلي متحفز لضربه البدايه مع فيتا كلوب، والشحات وياسر ورمضان اوراق لاسارتي الرابحه لاسقاط بطل الكونغو، والتكهنات كلها بتقول ان الثلاثي الجديد بالنسبه للنادي الاهلي هيكون قريب جدا ان هو يشارك في هذه المباراه بشكل اساسي مع بدايه هذه المباراه. عناصر كلها مهمه جدا بخلاف اللاعبين القدامى، كلهم لاعبين مميزين وعلى درجه كبيره من الكفاءه، لكن ايضا الاضافات دايما بتكون مهمه. عندك حسين الشحات لاعب مهم جدا جدا جدا، وان شاء الله يكون اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي. ياسر ابراهيم كان اضافه او يعني يظل اضافه قويه في خط دفاع النادي الاهلي، خصوصا في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز. كمان رمضان صبحي البدايه بتاعته مع النادي الاهلي جيده جدا، تعتبر بدايه جيده جدا يعني في مقابل التوقعات اللي الناس كانت متوقعه ان رمضان بقى له فتره ما بيلعبش مع فريق هدرسفيلد الانجليزي، فبالتالي ممكن ما يكونش في فورمه المباريات. لا، شفنا رمضان صبحي في مباراتين بيراميدز وسموحه كان بيأدي بشكل مميز جدا، ان شاء الله مع توالي المباريات كمان بالنسبه لرمضان صبحي نشوف اداء ممتاز من هذا اللاعب الرائع. طبعا رمضان صبحي اليوم السابع بتتكلم عن ان بدايه المباراه او بدايه النادي الاهلي في هذه البطوله هيكون امام فريق كبير امام فيتا كلوب النهارده بالليل، وطبعا ايضا بيتكلموا عن الشحات ورمضان وياسر ان هم هيدعموا صفوف الفريق، وبطل الكونغو يتمسك بالفوز. بطل الكونغو اكيد عنده طموحات كبيره جدا ان هو يفوز في مباراه النهارده، وان شاء الله ده ما يحصلش، وده حق مشروع لكل الفرق في المشاركه في اي بطوله، لكن اكيد المباراه هتكون صعبه جدا. الاهم ان شاء الله ان النادي الاهلي على مدار ال 90 دقيقه يكون باداء جيد. طبعا مش هنقول ان باداء بدني عالي جدا، مستحيل اي فريق في العالم يلعب باداء بدني مرتفع على طوال ال 90 دقيقه، لكن اقل تقدير ما يبقاش الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاول زي ما كنا بنشوف في اخر مباراتين كده. لا، عايزين ان شاء الله الشوط الاول والشوط الثاني يكونوا بالاداء المطلوب، واللي يؤدي في النهايه لفوز النادي الاهلي بمباراه اليوم ان شاء الله وحصد اول 3 نقاط.
الدستور كمان بيتكلم على الصفقات الجديده، والكل في الحقيقه بيتكلم على الصفقات الجديده، وكل جمهور النادي الاهلي في ترقب كبير جدا لمشاركه الصفقات النهارده، بالتحديد حسين الشحات وياسر ابراهيم. رغم ان صبحي شفنا اخر مباراتين، لكن ان شاء الله كمان الصفقتين دول سواء حسين الشحات او ياسر ابراهيم يكونوا اضافه قويه من خلال مباراه اليوم. الصفقات الجديدة أكيد بتحمل أمال الأهلاوية أمام فريق فيتا كلوب في بداية المشوار، إن شاء الله يكونوا إضافة قوية من خلال مباراة اليوم ويبان الانسجام السريع بالنسبة لهم. واللاعبين طبعا كانوا متواجدين في الدوري المصري وعندهم دراية كبيرة جدا بالنادي الأهلي وأسلوب اللعب، وأكيد اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي أصلا من البداية أكيد عندهم علاقات جيدة معاهم، فبالتالي إن شاء الله يكون توليفة رائعة في مسيرة النادي الأهلي نحو الفوز بالبطولة إن شاء الله بشكل عام. الهدف مش الفوز بس مباراة النهاردة، مباراة النهاردة بداية، لكن إن شاء الله الأهم من البداية إنك تستكمل مشوارك بالشكل اللائق والشكل الأفضل لحصد هذا اللقب الضال عن دولاب بطولات النادي الأهلي. إن شاء الله يرجع قريب بإذن الله في نهاية شهر 5 كده أول 6 يكون البطولة دي أو الكاس ده يكون في دولاب بطولات النادي الأهلي من جديد للمرة التاسعة في تاريخه. طيب خلينا نروح نشوف أهم ما كتب عن النادي الأهلي في المواقع النهاردة. بوابة الأهرام محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب. بوابة المصري اليوم مديرية أمن الإسكندرية تعلن خطتها لتأمين مباراة الأهلي وفيتا كلوب. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي راحة من المران غدا ويستأنف تدريباته الاثنين. الموقع الرسمي للأهلي، مران بدني خفيف للغائبين عن مباراة فيتا كلوب. بداية بوابة الشروق، الأهلي يؤكد جاهزية سعد سمير لموقعة الجزائر. بوابة سبورت، الكشف الطبي يحدد موعد انتظام أزارو في البرنامج التأهيلي. مبتدأ موعد انتظام مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية. موقع رسمي الأهلي، الشيخ وربيعة يؤديان جلسة في الجيم. 1-3 عبد القادر يشيد بجهود سفير مصر في أبيجان. طيب اخبار كلها اكيد مهمه بتخص النادي الاهلي، نبتدي ببوابه الاهرام واللي قالت ان في محاضره فنيه بالفيديو لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه اليوم امام فريق فيتا كلوب، وده شيء اكيد بديهي وشيء طبيعي جدا. محاضره اكيد هتكون يعني قبل المباراه بساعتين ان شاء الله، مباراة الساعه 9 المحاضره هتكون 7 بالظبط، تحرك الفريق هيكون 7:30 من مقر اقامته في برج العرب، المسافه حوالي بالظبط 10 دقائق او اقل قليلا، يعني يوصل الفريق ان شاء الله الملعب برج العرب واستاد الجيش، فبالتالي المحاضره هتكون مهمه جدا اكيد فيها او من خلالها مستر لاسارتي هيحط النقاط الاخيره بالنسبه للفريق والتعليمات الاخيره بالنسبه للاعبين قبل هذه المباراه، وكمان ممكن يعلن فيها او اكيد مؤكد هيعلن فيها التشكيل اللي هتبتدي بيه هذه المباراه. المحاضرات السابقه مش بس محاضره قبل المباراه، المحاضرات السابقه كلها كانت محاضرات غايه في الاهميه من الجهاز الفني بشكل كامل للاعبين واهميه هذه المرحله واهميه البدايه او البدايات القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال دور المجموعات، واكيد كان في تركيز على نقاط القوة والضعف بالنسبه لفريق فيتا كلوب، فبالتالي ان شاء الله محاضره هتكون هامه جدا قبل تحرك الفريق لاستاد الجيش ببرج العرب. كمان بوابه المصري اليوم بتتكلم على ان مديريه امن الاسكندريه بتعلن خطتها لتامين مباراه الاهلي وفيتا كلوب. احنا عارفين ان الامن سمح بحضور 10,000 مشجع لمؤازرة النادي الأهلي في هذه المباراة، نتمنى طبعا فيما هو قادم يكون الأعداد أزيد من كده، لأن جمهور النادي الأهلي أكيد جمهور كبير جدا، نتمنى الإستاد كله يمتلئ عن آخره، لأن مهم جدا تواجد جمهور النادي الأهلي بجوار الفريق في هذه المباريات الصعبة جدا، ما بالك طبعا المباريات كلها بشكل عام، لكن مباريات طبعا دوري أبطال أفريقيا بشكل خاص، فبالتالي هيكون شيء مهم جدا تواجد عدد أكبر من كده في المراحل المهمة المقبلة، لكن الأهم كمان النهاردة الأهم أو هو نداء لجمهور النادي الأهلي اللي خايف أكيد على مصلحة الفريق، إنك تشجع الفريق بس، مش عايزين أي شتايم أي ألفاظ خارجة لأي حد من الشخصيات بشكل عام، احترام والتقدير لكل الشخصيات، لو اللي بيغلط في النادي الأهلي بيبقى فيه إجراءات قانونية احنا عارفينها كويس جدا ومجلس إدارة النادي الأهلي بياخدها، فاحنا نسيب المجلس نفسه هو اللي يتصرف في هذه الأمور دون التطرق لأي أشخاص خارج النادي الأهلي، احنا عايزين نشجع الفريق ونأزره بالشكل المطلوب عشان يقدر ان شاء الله او نقدر نحقق النتيجه المطلوبه من خلال الفوز في مباراه النهارده، مش بس مباراه النهارده، اي مباراه هيكون متواجد فيها جمهور النادي الاهلي لو ركزنا على الفريق بس، وده اللي كنا متعودين عليه دايما من قبل جمهور النادي الاهلي، ده اللي هيقود الفريق ان شاء الله للانتصار حتى لو المباريات صعبه حتى لو الظروف ما عند النادي الاهلي، لكن دايما جمهور النادي الاهلي هو الجمهور رقم واحد
في مؤازرة الفريق في مختلف البطولات، فهو نداء أكيد لكل الجماهير بتحديد جمهور النادي الأهلي في مباراة النهاردة، عدم التطرق لأي شخصية بشكل عام في مصر، عدم التلفظ بألفاظ خارجة، تركيز فقط مع فريق النادي الأهلي. ده نداء أكيد مهم جدا، وإن شاء الله جمهور النادي الأهلي عارف جدا جدا مصلحة فريقه من خلال المؤازرة في أرضية الملعب وتشجيع اللاعبين. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة. أتمنى بإذن الله إن 10,000 كلهم يحضروا، لأن تواجدهم هيكون مهم. لو ينفع يزيدوا كمان عن كده يا ريت، لكن هو الأمن للأسف سمح ب10. إن شاء الله النهاردة تكون بداية لزيادة عدد الجماهير، وخصوصا قبل الإقبال على بطولة الأمم الأفريقية في مصر إن شاء الله في شهر 6 المقبل. طيب، الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن الفريق هيكون راحة من المران بكرة، يعني طبعا النهاردة المباراة، فبالتالي هيتم استئناف المران بداية من يوم الاثنين الجاي، يعني بعد بكرة إن شاء الله، بالتالي هيكون بكرة راحة بالنسبة للفريق، وده أكيد شيء مهم، وخصوصا إن فيه يعني مسافة معقولة إلى حد ما قبل مباراة فريق شبيبة الثورة الجزائري في الجزائر. المباراة هتكون يوم 18 هناك، فبالتالي الجهاز الفني قرر كده من قبل المباراة إن يكون بكرة راحة إن شاء الله، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين القادم. وأكيد هيكون مباراة أو هتكون مباراة صعبة جدا أمام فريق شبيبة الثورة الجزائري بعد ما خسروا مباراة اليوم أمام فريق سيمبا التنزاني النتيجة 3-0، نتيجة كبيرة في الحقيقة، وأكيد هيكون عندهم دوافع كبيرة جدا. الأهم إن شاء الله النادي الأهلي يستعد لهذه المباراة. بس نخلص الأول مباراة النهاردة، ناخد 3 نقاط ويتم التركيز إن شاء الله في ما هو قادم، تحديد مباراة شبيبة الثورة يوم 18 إن شاء الله. لو كسبت الماتشين دول يبقى أنت كده قطعت شوط كبير جدا نحو التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي. الموقع الرسمي للأهلي اتكلم على إن في مران بدني غائبين عن مباراة فيتا النهاردة. إحنا عارفين إن في مجموعة من اللاعبين غير مقيدين في القائمة الأفريقية، بالتالي كانوا متواجدين النهاردة في استاد التيتش مع حسين عبد الدايم اللي هو طبعا مساعد مدرب الأحمال، وكان عندهم بعض التدريبات البدنية القوية، وأكيد كانت تدريبات مهمة بالنسبة لهم عشان يكونوا لائقين للمرحلة المقبلة في حالة استدعاء أو قيد أحد هؤلاء اللاعبين في قائمة الفريق، سواء المحلية لأن في بعضهم مش مقيد محليا، أو حتى كمان الأفريقية. احنا عندنا في عمرو جمال، في رامي ربيعة، في صالح جمعة مقيد محليا أو تم قيده محليا، لكن لسه أفريقيا ما تمش قيده. وفي اتجاه بالمناسبة لقيد صالح جمعة أفريقيا بعد إصابة محمد محمود، هذه الإصابة المؤلمة بالنسبة لكل الأهلاوية بصراحة. طيب، بوابة الشروق تتكلم على ان الاهلي بيؤكد جاهزيه سعد سمير لموقعة الجزائر. سعد سمير احد اللاعبين المهمين جدا 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 في خط الدفاع، على الاقل الراجل بيلعب في مركزه مدافع، ما بنضطرش ان احنا نجيب حد باك رايت او باك ليفت بيلعب كمساك، لكن سعد سمير لاعب دولي كبير، لاعب كان مفيد جدا للنادي الاهلي. ممكن الفتره اللي فاتت ما كانش موفق بالشكل المطلوب سعد سمير، وفي الحقيقه هو مش سعد بس، الفريق ككل على مدار شهر فات او شهر وحاجه بسيطه كده، نادي الاهلي ككل ما كانش موفق، لكن يبقى سعد سمير احد العناصر الهامه جدا في تشكيله النادي الاهلي. عودته هتكون مهمه، وخلاص زي ما اعلن النادي الاهلي النهارده ان سعد سمير هيكون جاهز لموقعه الجزائر، جاهز طبيا، وده اللي اكده دكتور خالد محمود طبيب الفريق، لكن بدنيا هو الراجل شارك اعتقد في اخر تدريبين للنادي الاهلي في المران الجماعي، لكن هل هيكون لائق بنسبه 100% بدنيا لخوض هذه المباراه الصعبه امام فريق شبيبه الثوره الجزائري؟ اعتقاد شخصي وليس معلومه ان هو هيرافق البعثه هناك في الجزائر، لكن ما اعتقدش ان هو هيشارك في المباراه كاساسي، ممكن يكون بديل يعني تحسبا لعدم تكرار الاصابه، او يعني اعطاء اللاعب راحه اكبر وفرصة أكبر لأنه هو يكون مهيئ بشكل أفضل للمباريات الهامة اللي هتالي طبعا مباراة فريق شبيبة الثورة الجزائري. البوابة سبورت كمان بتتكلم على الكشف الطبي اللي هيحدد طبعا موعد انتظام أزارو في البرنامج التأهيلي. أزارو أحد اللاعبين المهمين جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وهداف الدوري السنة اللي فاتت، وهداف النادي الأهلي في بطولات أفريقيا، بالتالي عودته هتكون مهمة جدا. وليد أزارو قدامه أو الإصابة كان محدد ليها 6 أسابيع، أعتقد عدى أسبوع أو 10 أيام، فبالتالي قدامه نقول 5 أسابيع، خلينا نقول 5 أسابيع عشان يرجع أزارو للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هو في الفتره دي بيعمل بعض التدريبات العلاجيه. طبعا احنا عارفين ان هو عنده زي مزق كده في العضله الضمه، ودي عضله رخمه وصعبه شويه يعني في الكوره، كل الناس اللي بتلعب كوره عارفه الاصابه دي بتبقى صعبه شويه على لعيب الكوره، بتاخره شويه، لكن ان شاء الله ازاره من خلال الكشف الطبي هيتم تحديد موعد انتظامه في البرنامج التاهيلي، ومن ثم الانتظام في المران الجماعي بالنسبه لفريق النادي الاهلي.
طيب يعني برضو من ضمن الاخبار وللاسف اخبارنا كلها الفتره دي عن المصابين في النادي الاهلي، ان شاء الله مرحله ونخلص منها بقى يعني المرحله وتعدي باذن الله ويكون كل اللاعبين لاقين ومتاحين بالنسبه لمستر مارتين لاسارتي علشان يقدر تكون او تقدر تكون قدامه الاختيارات كلها مفتوحه ويقدر يختار التشكيل بشكل فيه اريحيه بشكل كبير جدا عشان يساهم في انتصارات الفريق ان شاء الله بالشكل المطلوب. موقع رسمي النادي الاهلي قال ان الشيخ وربيعه يؤدي جلسه في الجيم، احنا عارفين ان احمد الشيخ عنده اصابه في الكاحل بالتالي بعدته شويه عن مباراه سموحه ما شاركش فيها وكان شارك في مباراه بيراميدز، وكمان رامي ربيع عنده كسر في ايده لكن الاصابه القديمه بالنسبه لرامي ربيع يا جماعه خلاص تم التخلص منها نهائي وتم التعافي منها بالنسبه لرامي بشكل نهائي خالص، والراجل ما بيشتكيش من اي حاجه لا في الام في الحوض ولا في العضلات الضمه بالنسبه له، الراجل الاصابات القديمه بالنسبه له ما فيش اي حاجه. للاسف لما رجع رامي ربيع ان هو شارك في التدريب وانا كنت حضرت المران ده بالمناسبه يعني وقع على ايده اتكسرت، حظه سيء جدا جدا رامي ربيع سواء هو او باسم علي من اللاعبين اللي حظهم سيء، لكن في حاله عوده رامي ربيع اكيد هيكون اضافه قويه جدا جدا لخط دفاع النادي الاهلي الفريق ككل، فان شاء الله رامي ربيع يكون جاهز هو احمد الشيخ خلال المرحله المقبله عشان ان شاء الله يقدروا يقودوا الفريق لمراحل هامه جدا مقبله ويكونوا يعني داعم كبير لصفوف فريق النادي الاهلي، كل التوفيق ان شاء الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل بقيه فقرات برنامج كلام في الميديا النهارده. لسه بنواصل معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان حلقه كلام في ميديا النهارده، وفي الحقيقه عندنا العديد من الاخبار الهامه جدا، اتكلمنا على كل ما يخص النادي الاهلي سواء في الصحف او المواقع، لكن خلينا نروح نشوف اهم العناوين واهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفين في الفريق. الشروق، اتحاد الكره يبحث مع وزير الرياضه ترتيبات استضافه امم افريقيا. البوابة، وزير الرياضة يرفض المجاملات في لجان كأس الأمم الإفريقية. أخبار اليوم، أجيري يبحث عن بديل محمود ويؤجل حسم الوديات. اليوم السابع، أجيري يؤجل برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019 بسبب القرعة. الفجر، الهيطة يعقد جلسة مع عامر حسين لحسم مصير الدوري. الوفد، وزير الرياضة في جولة تفقدية باستاد القاهرة. كورة، مدافع امدي على أبواب المقاولون العرب. الشروق، صلاح في التشكيلة التاريخية لليفربول في عصر البريمير ليج. سكاي نيوز، ريال مدريد يتقدم نحو كين وتوتنهام يطلب مبلغا فلكيا. طيب زي ما احنا عارفين النهارده في اجتماعات في اتحاد الكره سواء اجتماع على مستوى مجلس اداره اتحاد الكره او اجتماع خاص بالمسؤولين في الاتحاد مع وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي للتنسيق لما هو قادم بخصوص طبعا تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه، وده هيكون شيء مهم جدا. الاجتماع تطرق للعديد من الامور ابرزها اللجان اللي هتكون متخصصه لتنظيم هذه البطوله، هذا الحدث الكبير جدا جدا واللي مهم جدا يكون متواجد في مصر خلال هذه الفتره علشان ان شاء الله الامور ترجع لمسارها الطبيعي فيما يخص الرياضه المصريه بشكل عام وفيما يخص كره القدم بشكل خاص وكمان فيما يخص منتخب مصر عشان يعود لعرش طبعا افريقيا من خلال الفوز بهذا اللقب، وعندنا فرصه في الحقيقه قويه جدا من خلال هذه البطوله اللي هتقام على ارضنا وسط جمهورنا جمهور مصر العظيم اللي كله اكيد هيعازر المنتخب في شهر 6 وفي هذه البطوله بالتحديد، ان شاء الله كل التوفيق للوزاره ولاتحاد الكره وللمنتخب كمان في الفتره دي. البوابه كمان بتتكلم عن وزير الرياضه بيرفض المجاملات في اللجان اللي هيتم تشكيلها لتنظيم طبعا كأس الأمم الأفريقية، واحنا عارفين كلام كتير خلال الفترة دي على مين هيمسك اللجنة الفلانية واللجنة الفلانية، الأهم إن اللي يمسك اللجان أو اللي يكون مسؤول على هذه اللجان يكون أهل ثقة ويكون قادر بشكل كبير جدا على يعني إضافة المزيد للتنظيم ويكون الأمور ماشية بشكل أفضل، احنا عارفين الكلام كتير جدا على إن الكابتن محمد فضل طبعا لاعب النادي الأهلي السابق ومدير التعاقدات السابق في النادي الاهلي هيكون مديرا لهذه البطوله، طبعا في اتجاه كبير داخل بعض المسؤولين في اتحاد الكره لتعيين محمد فضل طبعا كمديرا لهذه البطوله، وفي الحقيقه هو يستحق ككادر مبشر جدا وكادر جيد جدا
بالنسبه لهذا اللاعب السابق كابتن محمد فضل اكيد يعني اعتقد هيكون مهيئ طبعا لتولي هذا المنصب ان هو يكون مدير بطوله الامم الافريقيه في مصر 2019 ويستحق على فكره لان هو شخصيه جيده ومحترمه. ما تعاملتش معاه شخصيا لكن واضح جدا من اسلوب كلامه ودوره اللي كان واضح جدا كمان ايام ما كان مدير تعاقدات في النادي الاهلي وقدر ان هو يحسم العديد من الملفات ان شاء الله قادر يكون مميز بالنسبه لمصر في هذه البطوله وبالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم ويكون كادر ان شاء الله اضافه للنادي الاهلي في مراحل مختلفه مقبله باذن الله. اخبار اليوم اتكلمت على ان مستر اجيري المدير الفني لمنتخب مصر بيبحث عن بديل لمحمد محمود لاعب النادي الاهلي. احنا عارفين ان محمد محمود لما كان متواجد في صفوف وادي دجله راح معسكرين او ثلاثه لمستر اجيري مع منتخب مصر وفي الحقيقه شارك لبعض الدقائق وبانت شخصيه محمد محمود في الملعب وبان قد ايه هو لاعب موهوب ولاعب مهم بالتحديد في نص الملعب. للاسف لما انتقل النادي الاهلي ما لحقش يلعب خالص يعني للاسف اتصاب وتعرض لاصابه قويه جدا في طبعا قطع في الرصاب الرباط الصليبي واكيد ان شاء الله نتمنى له ان هو يعود سريعا. بالتالي مستر اجيري بيبحث عن بديل لمحمد محمود وان شاء الله دي فرصه لبعض اللاعبين يمكن ابرزهم صالح جمعه لو شارك بانتظام الفتره الجايه ممكن يكون مهيئ بشكل كبير جدا وهو لاعب فنيا كبير جدا صالح جمعه ومعروف قدراته اكيد للجهاز الفني. ان شاء الله اي لاعب يقدر يتالق في هذه المرحله او المرحله القادمه ان شاء الله يقود الفريق ل او يكون متواجد مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه وده الاهم. طيب خلينا نروح لمداخله سريعه جدا ومهمه جدا مع الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر. يا كابتن ناجي مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير وكل سنه وانت طيب حضرتك طيب ربنا حلو ما شاء الله ربنا يخليك. اخبارك ايه كله تمام؟ تمام يا حبيبي ربنا يكرمك الحمد لله. اكيد طبعا الفتره دي الجهاز الفني منتخب مصر بيعكف على دراسه امكانيات اللاعبين بشكل عام. اكيد عندكم قوام انتم مستقرين عليه بشكل كبير جدا سواء في حراس المرمى او المنتخب ككل عناصر المنتخب ككل لكن متابعه اكيد مهمه بالنسبه للجهاز الفني لمباريات الدوري مباريات دوري ابطال افريقيا اللي بتشارك فيها الانديه المصريه والكونفدراليه كمان. عايزين نتكلم بالتحديد يا كابتن احمد عن استعدادات المنتخب والمتابعه الجيده والدقيقه اكيد للاعبي مصر بشكل عام. طبعا هو احنا بدانا بفكره التركيز العالي جدا طبعا من ساعه ما يعني بشكل الجهاز الجديد واحنا في فتره عمل مستمره قبل ما نتكلم كملنا العمل يعني لحد طبعا برونز حصل وكده بس يعني يعني حملتنا مسؤوليه كبيره جدا جدا لجماهيرنا وولادنا طبعا احنا مشغولين جدا بالفتره اللي جايه وطبعا اولا بنشكر اتحاد الكوره ومهندس انا بوليد وكل اعضاء مجلس الاداره بشكر اتحاد الكوره على الجهد اللي عملوه عشان البطوله تتعمل في مصر النتيجه الساحقه يعني اللي حصلت في التصويت وده طبعا عمل كبير جدا مشكورين عليه وبالتالي احنا برضو من الوقت ده واحنا في نقاط اجتماعات مستمره وعشان نحدد شكل المرحله الجايه وطريقه العمل بتاعت المرحله الجايه. طيب كابتن احمد ناجي هل ان البطوله خلاص هتقام في مصر ده ممكن يعمل ضغوط اكبر على الجهاز الفني واللاعبين وخصوصا ان احنا طبعا كان مطلوب ان انت تنافس على البطوله حتى لو مش هتقام في مصر لكن اعتقد دلوقتي بقى اصبح مطلب اساسي وهو الفوز بالبطوله طالما هي هتقام على الملاعب المصريه. زي ما انت قلت يعني حتى لو بره مصر احنا اللي فاتت احنا كنا الوصيف يعني. كان مطالب مننا هنا من الجهاز اللي كان بره مصر او جوه مصر لكن طبعا جوه مصر معانا بقى جماهيرنا بالظبط وملاعبنا والمستنده الكبيره اللي حصل يعني حاسس مستنده كبيره حتى من الاعلام وكل المهتمين بالرياضه في مصر يعني اعتقد ان هو هيبقى عمل جماعي جدا نتيجته هتبقى ان شاء الله تتويج بالبطوله باذن الله. طيب الفترة اللي محتاجها الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل البطولة للاستعداد، يعني احنا عارفين او التصريحات اللي خارجة دايما من اتحاد الكورة ان فترة اعداد المنتخب هتكون اسبوعين بالظبط قبل البطولة، سواء كانت البطولة ايام ما كان ممكن تبقى بره مصر او لما تم خلاص استقرار ان البطولة هتكون داخل مصر، الحاج عامر حسين بالتحديد رئيس لجنة المستبعدات قال ان الوقت مش هيسمح اطلاقا ان يكون في فترة اكبر من كده، في المقابل سمعنا ان مستر اجيري بيطلب حوالي 25 يوم قبل انطلاق البطولة لتوقف الدوري وعشان المنتخب يستعد. الجهاز الفني بالتحديد منتخب مصر بالنسبة له الموضوع ده مهم بيفكر ازاي عايز 25 يوم فعلا ولا ممكن اسبوعين يكونوا كفاية لاستعدادات المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية؟
عشان المسائل دي امور حسمت من بدري بقانون الفيفا. تمام. انت بتبقى عندك الفيفا ديت يعني طبعا يعني محدده وتواريخها معلومه، ولو عملت عمليه شفت لعيبه محترفين حطيتهم في معسكر قبل الميعاد المحدد بتتوقف عليك عقوبات وحاجات كتير. احنا مرتبطين بالفيفا ديت يعني المعسكر اللي جاي نيجيريا بالظبط اربع خمس ايام قبل المباراه، والمباراه وبعد كده المعسكر وقبل البطوله في اسبوعين ان شاء الله. اذا كان بعض اللعيبه المحليين عن مصر او بعض اللعيبه خلصت دورياتها هتكون متاحه، ممكن تبقى حاجه وديه كده تعمل لهم تدريبات عشان ما يفقدوش كل جزء من الحاله البدنيه بتاعتهم يعني. لكن هي اللي احنا مرتبطين دلوقتي، كل منتخبات العالم مرتبطه بالفيفا دي. هو ممكن يكون الاتجاه يا كابتن ناجي فيما يخص الدوري المصري بالتحديد واللاعبين المحليين اللي ممكن يتم اختيارهم من جهاز المنتخب، وان هم يكونوا متواجدين في وقت مبكر شويه، لكن الاتجاه ده خلاص تم اغلاقه بشكل تام على حسب تصريحات حضرتك. كده ده في مباريات يعني الدوري يعني الكابتن اللي احنا يعني بصينا عليه الاثنين اللي فاتوا في مباريات لحد 1/6 يعني ما فيش فرصه لحد يبقى عنده وقت يبقى متواجد في المنتخب قبل المعسكر المحدد يعني. طيب المعسكر القادم هيكون استعدادا لمباراه النيجر واخر مباريات التصفيات المؤهله للامم الافريقيه، واحنا خلاص تاهلنا بشكل رسمي اكيد. هل ممكن المنتخب يشهد بعض العناصر الجديده اللي ممكن تنضم خلال هذا المعسكر استعدادا او لتجربه هؤلاء العناصر قبل بطوله الامم الافريقيه؟ يعني الفريق قوام يعني المنتخب الدولي او المنتخب الوطني ليه قوام وليه رؤيه يعني احنا وكذا السنه ليهم رؤيه في الفتره اللي جايه والفتره اللي هتعقب حتى كاس الامم احنا مفكرين فيها وتصفيات كاس العالم وكل الحاجات دي احنا بنتكلم فيها. وطبعا الحاجه المناسبه للمرحله هتتعمل ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن احمد ناجي ما ينفعش تبقى معايا وما اكلمكش عن حراسه المرمى الخاصه بمنتخب مصر، ويمكن بالتحديد يعني خلال امبارح او اول عصام الحضري لاعب المنتخب الدولي واللاعب الكبير طبعا واللي اعلن اعتزاله اللعب الدوري كان ليه بعض التصريحات بخصوص ان لو المنتخب احتاجه في بطوله الامم الافريقيه ممكن ان هو يرجع للمنتخب لو تم استدعائه. هل ممكن يكون في اتجاه فعلا بكده من قبل حضرتك بالتحديد؟ وبرضه عايز اتكلم ايضا على العناصر اللي ممكن يتم اضافتها لحراس المنتخب المصري خلال الفتره المقبله. الحضري طبعا حارس كبير ونتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه، هيحدد اذا كان هيستمر في الملاعب او اذا كان هيقرر الاعتزال او كان هيتجه للعمل الفني او العمل الاداري. طبعا احنا موجودين مساعدته ونكون جنبه كالعاده يعني. اعتقد ان هو لسه عنده طموح في اللعب، اعتقد ان هو بس كان مقرر ان هو معتزل اللعب الدولي، واحنا على الاساس ده دليلنا خططنا المستقبليه يعني. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن احمد ناجي برضو عايز اسال حضرتك على انطباعات مستر اجيري في الكام معسكر السابقين، معسكرات تعتبر قليله لعبنا اربع مباريات تقريبا، انطباعات مستر اجيري عن اللاعب المصري بشكل عام من خلال حديثه مع حضرتك وعن الدوري المصري ايضا. قول السؤال ثاني يعني كده بس بوضوح شويه. سامعني كده يا كابتن؟ سامعك. بقول لحضرتك انطباعات مستر اجيري عن اللاعب المصري وعن الدوري المصري بشكل عام من خلال الفتره اللي تعتبر قصيره حتى الان منذ توليه مسؤوليه منتخب مصر. المصري يعني دلوقتي بقى متصنف يعني عندنا مجموعه محترفين في افضل لعيبه في العالم، عندنا لعيب من اعظم لعيبه في العالم، عندنا لعيبه بيعتمد عليها في اجهزتها الاوروبيه بشكل كبير جدا، اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري لعيبه كبار جدا. وده من يعني فخورين بيهم جدا، وطبعا هم دول اللي هيبقوا يعني الزاد البشري اللي احنا هنوصل بيه ان شاء الله النجاحات الفتره اللي جايه. راجل معجب جدا باللاعب المصري وتكوينه ومهاراته، وان شاء الله باذن الله نحقق معاه ومع الجهاز الفني نتائج طيبه ان شاء الله. طيب كجهاز فني كيف تم استقبال خبر اصابه محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي يا كابتن ناجي؟ احنا في كرة القدم متعودين على المسألة دي يعني. يعني بقى لنا فترة طويلة بنشتغل في المهنة دي وعارفين طبعا اللي يكون عندك بلان 1 وبلان 2 وتبقى مستعد لكل الحاجات. احيانا في احماء المباراة بتفقد لاعب او اكيد أكثر يعني. اكيد فطبعا احنا بنتمنى له الشفاء، لعيب من اللعيبة المهمين جدا باذن الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني لعيب صغير ويتعافى ان شاء الله
بسرعة ويرجع للملاعب ويلعب 10 سنين لسه قدامه إن شاء الله. لكن بالنسبة لنا احنا كنا طبعا متوقعين كل الأشياء وكل الاحتمالات، وأتمنى هي أساسا بتعتمد على الرؤية المستقبلية والتنظيم والمفاجآت وكل الحاجات دي بتبقى تحت اعتباراتنا يعني. طيب أخيرا يا كابتن ناجي عشان ما أطولش على حضرتك، رؤيتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب النهاردة، وإيه المطلوب من لعيبة النادي الأهلي قبل هذه المباراة الهامة؟ أتمنى طبعا يعني نتيجة كويسة، سكور كويس عشان مباراة العودة. فيتا كلوب احنا في دوري المجموعات يا كابتن ناجي، ما فيش مباراة عودة، يعني احنا في مرحلة حصد النقاط. طبعا في المجموعة قصدي، يعني هتلاعبهم تاني اكيد اكيد يعني. خلال البطولة طبعا. فنتمنى ان احنا نعمل نتيجة كويسة ونبتدي بداية كويسة تدينا دفعة للمباريات القادمة ان شاء الله، وتبقى يعني لما بتكسبها هنا بشكل كويس بتبقى معنوياتها بتتأثر في المباريات اللي في ملعبها يعني. ان شاء الله النادي الاهلي يعمل نتيجه كويسه وبسكور كويس، ويعني نبتدي في مرحله لمجموعه اللعيبه اللي ان شاء الله هيكون لها تاثير كويس على الفرقه. ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، واكيد اتكلمنا معاه في العديد من الملفات الهامه جدا وبالتحديد فيما يخص المنتخب المصري واستعداداته للمعسكر القادم اللي هيكون في شهر 3 وقبل مباراه النيجر طبعا في اخر جولات تصفيات المؤهله للامم الافريقيه، وهي اكيد مباراه تحصيل حاصل، وكمان اتكلمنا بشكل عام استعدادات المنتخب لبطوله الامم الافريقيه اللي هتكون في مصر باذن الله. طيب خلينا نكمل بقيه اخبارنا واهم الاخبار المحليه والعالميه، ونروح لجريده الفجر وخبر من خلال الاستاذ ايهاب الهيطه ان هو هيعقد جلسه مع عامر حسين لحسم مصير الدوري. انا ما اعتقدش ان في اصلا حديث على مصير الدوري، لان انت مهم جدا الدوري يستكمل بالشكل الطبيعي والشكل المطلوب، ما بقاش فيه اي تاجيل. ممكن الاهلي بالنسبه لنا احنا يعني كقناه اهلي وكناس مؤازرين للنادي الاهلي، الاهلي فرصه مش زي فرص الزمالك المتصدر واللي ماشي في الحقيقه بشكل جيد جدا وشكل رائع حتى الان في بطوله الدوري، لكن ده مش معناه ان نتمنى ان الدوري يتلهي، لا بالعكس لازم الامور تسير في مصر بالشكل الطبيعي، وخصوصا انت هتنظم بطوله كبيره، فده هيعكس لو انت لغيت الدوري هيعكس عدم الاستقرار اللي هيكون متواجد في الدوري المصري، وفي الانطباعات كمان بشكل عام هتكون غير جيده عن الكره المصريه بشكل عام، بالتالي اكيد ما اعتقدش ان هيكون محل نقاش اطلاقا. وممكن ايهاب الهيطه مدير المنتخب يكون بيتكلم على ان الجهاز الفني محتاج فتره اكبر شويه بالنسبه للاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه، لكن ان شاء الله اكيد الدوري اكيد اكيد مؤكد الدوري هيستكمل بشكل طبيعي جدا، وهيكون اسبوعين بس قبل بدايه البطوله هتكون متاحه الاستعداد للمنتخب المصري قبل بطوله الامم الافريقيه باذن الله. طيب الوفد قالت ان وزير الرياضه في جوله تفقديه باستاد القاهره، وده كان شيء مهم جدا، استاد القاهره بقاله فتره ما فيش اي مباريات عليه اطلاقا، فبالتالي ان شاء الله يعني وزير الرياضه كان متواجد النهارده وشاف وتفقد ارضيه الملعب واكيد المدرجات وبعض الغرف الخاصه باستاد القاهره، واكيد كان ليه بعض الانطباعات، وده اكيد كان شيء مهم جدا. اتمنى الاستاد يعود سريعا، مش عارف قبل بطوله الامم الافريقيه هيكون في مباريات في استاد القاهره ولا لا، ولا هيتم تجهيزه بشكل كامل لبطوله الامم الافريقيه، ده هيبان خلال الفتره الجايه، لكن اعتقد ان هو هيكون جاهز من بدايه الشهر المقبل. كوره بيتكلموا على مدافع انبي على ابواب المقاولون العرب، وهو قصدهم فيه طبعا بفادي نجاح مدافع فريق انبي، واللي اعتقد ما كانش بيشارك فترات طويله مع فريق انبي، وخلاص بشكل رسمي خلاص على فكره وانتقل للمقاولين العرب، ده خبر يعتبر قديم شويه لكن هو خلاص انتقل بشكل رسمي للمقاولين العرب. انبي بتعاني شويه من الدفاع، لكن عندهم او خلاص تعاقدوا مع احمد صابر مدافع فريق الداخليه، واعتقد ان هو مدافع جيد، كمان عندهم حظ سيء جدا في اصابه صلاح سليمان بالرباط الصليبي، اصابه صعبه من اصعب اصابات كرة القدم وهي تكاد تكون الأصعب على الإطلاق يعني. الشروق بتتكلم على إن صلاح في التشكيلة التاريخية لليفربول في عصر البريمير ليج. طيب خليني أقول لكم طبعا النجوم اللي اختاروا محمد صلاح في التشكيلة، هم 4 نجوم، سواء طبعا خلينا نبتدي ب مين، روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، وكمان كان في ستيفن ماكمانيمان نجم النجوم طبعا ليفربول السابق، وكمان روبي سافاج لاعب فريق بلاك بيرن وبيرمنجهام، وكريس ساوتون طبعا نجم فريق تشيلسي وبلاك بيرن السابق. خلينا نبتدي بروبي سافاج، واللي قال او التشكيله زي ما احنا شايفينها كده قدام حضراتكم،
وقال في حراسه المرمى دوديك وكمان سامي هيفيا طبعا اللاعب الفنلندي الشهير كان لاعب كبير جدا، وفان دايك المتواجد دلوقتي مع ليفربول طبعا يعتبر لاعب مهم جدا، وكاراجير طبعا كان مدافع قوي جدا في ليفربول. دي طبعا التشكيله الاساسيه او التشكيله التاريخيه لليفربول في تاريخ البريمير ليج على حسب اللاعبين اللي انا قلت حضراتكم عليهم. كمان جيرارد وتشافي الونسو في نص الملعب، ماكمانيمان ومايكل اوين طبعا لعيب كبير جدا، وروبي فاولر وسواريز وكمان محمد صلاح. دي التشكيله اللي اختارها روبي سافاج. كمان كريس ساوتون اختار كل من اليسون في حراسه المرمى اللي بيقدم مستويات اكثر من رائعه الفتره دي، وروبرتسون وفان دايك. روبرتسون بالمناسبه لعيب مميز جدا، فان دايك وكاراجير وجونز. في نص الملعب كل من جيرارد وتشافي الونسو ايضا وماكمانيمان وساديو ماني وروبي فاولر ومحمد صلاح. كمان ستيفي ماكمانيمان اختار كل من جرابولر حارس مرمى ونوكل كباك ليفت وسامي هيفيا. طبعا واضح ان في اجماع على سامي هيفيا اكيد بجانب محمد صلاح اللي كان متواجد في الاربع تشكيلات واحنا بنقول على حضراتكم اهو، وكاراجير وجونز. وفي نص الملعب بارنز وجيرارد وتشافي الونسو، وفي الخط الامامي كل من سواريز وروبي فاولر ومحمد صلاح ايضا. واخيرا روبي فاولر نفسه اختار واحد اللاعبين التاريخيين بالنسبه لليفربول، اختار الاسباني رينا كحارس مرمى وسامي هيفيا وفان دايك وكاراجير وروبرتسون وبارنز وجيرارد وجونز وماكمانيمان وقدام سواريز وصلاح. في اجماع ان صلاح يكون متواجد في يعني التشكيله التاريخيه بالنسبه لليفربول في تاريخ البريمير ليج. سريعا عشان الوقت خلاص بيدهمنا، خلينا نخش في الخبر اللي بعده وهو خاص بسكاي نيوز. والاهلي ريال مدريد بيتقدم بعرض نحو روي او عفوا طبعا هاري كين طبعا نجم توتنهام وهداف احد هدافي بطوله الدوري الانجليزي حتى الان 14 هدف هو اوباميانج، وكان بينافس محمد صلاح السنه اللي فاتت، ومحمد صلاح كمان بينافسهم السنه دي برصيد 13 هدف حتى الان وبيلعب مباراه دلوقتي. نتمنى له ان هو يحرز المزيد من الاهداف. لكن في المقابل توتنهام بتطلب مبلغ كبير جدا. احد المسؤولين في ريال مدريد تناقش مع المسؤولين في توتنهام وطالبين كام في هاري كين، طلبوا ما بين 300 ل 350 مليون يورو، رقم كبير جدا هيكون اغلى في تاريخ الكره العالميه بشكل عام. وطبعا في هذه اللحظات هم بيقولوا في ضرب جزاء لمحمد صلاح، هو اللي هيشوطها يا جماعه. طيب يا مسهل يا رب محمد صلاح يحرز الهدف رقم 14. قبل ما نروح الفاصل هستنى ضرب الجزاء يحرزها محمد صلاح ان شاء الله، وقولوا لي انا معاكم على ايربيس اهو. اكيد محمد صلاح بيسير بشكل جيد جدا مع ليفربول. بدايات السنه دي ناس كتير جدا كانت بتنتقد محمد صلاح، لكن محمد صلاح مع توالي المباريات قدر ان هو يرجع لمستواه، وقدر انه حتى هذه اللحظه وانا بكلمكم كده 13 جون، ال 14 جه ال 14 جه كده، يبقى محمد صلاح احرز هدف ليه رقم 14 في بطوله الدوري الانجليزي من ضربه جزاء. مباراه اكيد كبيره ومهمه جدا بالنسبه لمحمد صلاح، ان شاء الله نتمنى له المواصله خلال المرحله المقبله في احراز الاهداف وقياده ليفربول نحو طبعا تتويج ببطوله الدوري الانجليزي. ده شيء مهم جدا بالنسبه لهم، وكمان المسيره بالشكل الافضل في بطوله تشامبيونز ليج على غرار الموسم الماضي ووصولهم للنهائي، وده ان شاء الله اكيد شيء بيتمناه باذن الله طبعا جمهور ليفربول واكيد الجمهور المصري اللي بيآزر محمد صلاح. طيب محمد درديري الناقد الرياضي اكيد هيكون معانا في الفقره القادمه، طبعا هو الناقد الرياضي في وكاله الانباء الشرق الاوسط للحديث عن امور عديده جدا بتخص الكره المصريه وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي. استنونا بعد فاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات استاذ محمد دردير الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. تمام الحمد لله. يعني في امور كتير جدا عايزين نتكلم فيها بتحديد النادي الاهلي مباراته النهارده. خليني اقول لكم ليفربول بتلعب برايتون حتى الان نتيجه 1-0 بهدف محمد صلاح من ضربه جزاء، نتمنى له المزيد من الاهداف ان شاء الله عشان بينافس على هداف البريمير ليج. نبتدي بالنادي الاهلي، شايف المباراه النهارده ازاي ومدى صعوبتها امام فريق بيتا كلوب الكونغولي في بدايه طبعا دور المجموعات؟ اكيد طبعا مباراه مهمه جدا وفي نفس الوقت صعبه جدا في بدايه المشوار الافريقي للنادي الاهلي. شفنا السنتين اللي فاتوا النادي الاهلي ما قدرش يوفق انه يحرز البطوله ووصل المباراه النهائيه، اعتقد السنه دي في تركيز كبير انه يحقق البطوله. يمكن صعوبه المباراه ان هي امام فريق كبير، فريق قوي وصيف الكونفدراليه السنه اللي فاتت، من الفرق القويه جدا في افريقيا.
اعتقد ان شاء الله ان الاهلي يكون بدايته جيده النهارده، يحقق الانتصار، يبقى انتصار معنوي وانتصار مهم جدا في بدايه مشوار الافريقي، ويتصدر مجموعه من بدايتها. شيء مهم جدا، يمكن برضو السنتين اللي فاتوا ان الاهلي في اول مباراه ما حققش نتيجه ايجابيه، كان التعادل ما قدرش يحقق الفوز. التركيز مهم جدا في مباراه النهارده انه يحقق الانتصار، يبقى متصدر المجموعه من بدايه المباريات يعني. تمام، توقعاتك للتشكيل؟ احنا خلاص ساعات المباراه تنطلق، يعني دلوقتي الساعه 6:10، المباراه الساعه 9، يعني اقل من 3 ساعات المباراه تنطلق. توقعاتك للتشكيل ايه؟ يعني كان التشكيل النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني مع الاضافات الجديده في النادي الاهلي في الفتره الاخيره هيكون في تواجد كبير ليها. يمكن التشكيل زي ما قلنا هيبقى الشناوي في حراسه المرمى كالمعتاد، هيبقى في محمد هاني على الجبهه اليمنى، وهيبقى علي معلول في الناحيه الشمال يعني. تمام، هيبقى في المدافعين غالبا ايمن اشرف، وهيبقى جنبه الوافد الجديد ياسر ابراهيم. تمام، اضافه قويه للنادي الاهلي. يبتدي النهارده يمكن خط النص شويه اعتقد هيبقى هشام محمد، وجنبه برضه عمرو السوليه، يمكن هم الاقرب في الفتره الاخيره في ثبات في التشكيل في الحته دي. قدامهم ممكن يكون حسين الشحات طبعا، وعمر جمال المهاجم الوحيد هيبقى جنبه. عمرو جمال مش موجود في اقصد مروان محسن المهاجم في الفتره الاخيره الوحيد المتبقي. تمام، بعد الاصابات الكثيره في النادي الاهلي مروان محسن هيبقى موجود، هيبقى جنب حسين الشحات وليد سليمان وناصر ماهر. اعتقد ان وليد سليمان بخبرته شويه ممكن يكون هو الاقرب لبدايه المباراه، بجانب طبعا رمضان صبحي. ورمضان طبعا الاضافات الجديده زي ما قلنا، سواء رمضان او حسين الشحات او ياسر ابراهيم، هيكون ليهم تواجد كبير في النادي الاهلي الفتره اللي جايه، تعويض الغيابات والاصابات اللي كانت بشكل كبير الفترة الأخيرة في النادي الأهلي. الأفضل إن النادي الأهلي يبتدي بالصفقات كلهم مرة واحدة النهاردة، يعني ثلاث لاعبين يكونوا متواجدين في المباراة بشكل أساسي من بداية المباراة، ولا يتم يعني إقحام اللاعبين بشكل تدريجي خصوصا في بطولة كبيرة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ يعني طبعا ترجع لرؤية الجهاز الفني، أكيد هو الأدرى، لكن أنت رؤيتك إيه؟ أكيد طبعا الجهاز الفني هو أدرى بالنقطة دي، ولكن اللاعيبة دي عندها خبرة كبيرة إن هي تعوض النقص الكبير الموجود في صفوف النادي الأهلي الفترة دي. ياسر إبراهيم لعيب خبرة برضه في نادي سموحة، وطبعا حسين شحات خبره كبيره جدا طبعا. ورمضان صبحي ابن ابناء النادي الاهلي، هو مش غريب عن النادي الاهلي، اكيد طبعا هيكون ليه تواجد ويكون ليه دور كبير في المباريات في الفتره اللي جايه. اعتقد ان الثلاث لعيبه دي وفي المراكز دي بالذات النادي الاهلي محتاجه في الفتره دي، هم الانسب. طبعا هم الانسب للعب في المراكز دي في الفتره دي، هيكون ليهم دور كبير في المباراه وفي الفتره اللي جايه في النادي الاهلي، هيعوضوا غيابات كثيره سواء في الاصابات او الفتره اللي اكيد النادي الاهلي كمان هيشهد بعض التغييرات في اللاعبين الفترة اللي جاية، في بعض اللعيبة هتخرج من النادي، في برضه هيبقى لسه في إضافات تانية. أعتقد إن هم دول الأنسب إن هم يعوضوا الغيابات الموجودة في النادي الأهلي في الفترة الحالية، وعندهم خبرة كبيرة إن هم يعوضوا الغيابات دي. لكن تواجدهم وإضافتهم مهمة جدا في مباراة اليوم. أكيد طبعا، بداية المباراة أكيد، لأن النادي الأهلي محتاج ثلاث لعيبة في الثلاث مراكز دول بالذات، يعني محتاجهم بشدة في الفترة الأخيرة. أعتقد إنهم هيكونوا إضافة كبيرة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. ممكن نشوف النهاردة سليف كوليبالي في المباراة، خصوصا على الكلام اللي هو قاله إن دي آخر مباراة بالنسبة لسليف كوليبالي، واللي اكيد يعني شارك في دقائق ومباريات كثيره مع النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه وادى بالشكل الجيد، لكن بسبب يعني القائمه الافريقيه او قائمه اللاعبين الاجانب لازم تبقى اربع لاعبين بس. ممكن النهارده نشوف اخر مباراه لسليف كوليبالي؟ ممكن، دي طبعا ترجع لرؤية الجهاز الفني في النهايه، يكون ليه دور في خصوصا دي اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي. ولكن اعتقد ان في حاله ان دي هتكون اخر مباراه، اعتقد ان يبقى في لاعب اخر هو عشان ياخد حتى يكتسب خبره المباريات الافريقيه، سواء ايمن اشرف بيبقى موجود وبيأدي في المكان ده بشكل جيد، يكون هو الافضل انه يبدا بيه المباراه عن كوليبالي. طيب، البعض بيتكلم عن رمضان صبحي والمباراتين اللي لعبهم بشكل اساسي وبشكل كامل مع النادي الاهلي، طبعا سواء مباراه بيراميدز او مباراه سموحه. تقييمك ايه لاداء رمضان صبحي حتى الان مع النادي الاهلي بعد عودته من تجربه احتراف في هدرسفيلد وستوك سيتي الانجليزيه؟ اكيد طبعا رمضان صبحي ابن ابناء النادي الاهلي مش غريب على الفريق، وجوده مؤثر جدا في النادي الاهلي. يمكن بعض الناس كانت قالت انه هيبقى مش بنفس مستواه، متاثر بوجوده على دكه البدلاء بشكل كبير الفتره اللي فاتت مع فريقه الانجليزي. اعتقد ان رمضان لا، احنا شفنا مستواه جيد جدا في المباراتين اللي لعبهم، كان لعيب مؤثر مع النادي الاهلي، لمساته جيده جدا، بيودي اللعيبه على الجون، مهم جدا، لعيب قوي. لا رمضان مؤثر وظهر بشكل ايجابي مع المباراتين الاخيرتين للنادي الاهلي، اعتقد انه كمان هيكون له دور في الفتره اللي جايه بشكل كبير مع النادي الاهلي لنهايه الموسم، وحتى في مباراه النهارده هيكون له دور كبير مع النادي الاهلي هجوميا. اعتقد ان رمضان قادر انه يقود النادي الاهلي الفتره اللي جايه للمزيد من الانتصارات يا رب ان شاء الله. طيب، بالنسبه لحسين الشحات،
وانتقاله للنادي الاهلي كان في ضجه كبيره جدا وكلام كتير جدا، لاعب جاي لاعب مش جاي، العين وافق العين رافض، في الاخر خلاص يعني تم استقرار ان اللاعب متواجد في النادي الاهلي، واحنا شايفينه هو على الشاشه طبعا في المعسكر الخاص بالفريق قبل انطلاق المباراه اليوم. اللغط الكبير والكلام الكتير اللي كان على حسين الشحات ده ممكن يحط عليه ضغوط كبيره، ممكن ما نشوفش حسين الشحات بالمستوى اللي احنا منتظرينه النهارده، ولا شخصيه اللاعب هي اللي تتحكم في هذا الامر؟ اكيد طبعا هيبقى في ضغوط شويه على اللاعب، الناس كلها مستنيه تشوف حسين الشحات هيعمل ايه مع النادي الاهلي، ولكن برضه في نفس الوقت اللاعب عنده خبره، شارك في كاس العالم للانديه، لعب لعب مع منتخب مصر، لعب مع نادي العين الامارات في بطولات كتيره. اعتقد ان شخصيه اللاعب تقدر تخليه يتخطى الضغوط اللي هيبقى عليها اللاعب في الفتره الحاليه. الناس كلها مستنيه تشوف حسين الشحات، يعتبر اغلى صفقات النادي الاهلي الفتره الاخيره. اعتقد ان حسين الشحات لا عنده من الخبرة انه يعوض النادي الاهلي في الفترة اللي جاية، وانه يتخطى الضغوط اللي موجودة عليه في الفترة دي. طيب خلينا نروح ناخد مداخلة هامة جدا مع استاذ نادر شوقي وكيل اللاعبين. يا استاذ نادر مساء الخير على حضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ سامعني؟ الو يا كابتن نادر. أنا سامع حضرتك. تمام. طيب احنا عايزين نطمن طبعا من خلالك بما انك وكيل اللاعبين وبالتحديد وكيل اللاعب محمد محمود لاعب النادي الاهلي، وللاسف تم اصابته او تعرضه لاصابه بقطع في الرباط الصليبي، عايزين نطمن على محمد محمود بالتحديد من الناحيه النفسيه، واكيد اصابه بالنسبه له ممكن تكون مؤثره مع بدايه مشواره مع النادي الاهلي، وكان في امال كبيره جدا جدا من الجماهير اللي كانت بتتابع محمد محمود في وادي دجله، عارفين مدى اهميه هذه الصفقه ومدى الافاده اللي كان ممكن يضيفها اللاعب لصفوف النادي الاهلي. طمنا على محمد محمود بشكل كامل. لا هو عامة قدر الله ما شاء فعل، وبعد كده هي صفقة فعلا كويسة، وحتى الإصابة إن شاء الله يتعافى منها ويرجع أقوى من الأول، وهو على ذمة النادي الأهلي على قوة النادي الأهلي لغاية 5 سنين قدام. بالظبط. العطلة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص هو مؤمن يعني، فالأهم إن هو يتعالج صح ويعمل العملية بتاعته في حتة كويسة ويتأهل صح وخلاص. تم الاستقرار. إن شاء الله إحنا شغالين وفي تنسيق ما بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، وربنا يكرم الاهلي النهارده طبعا. بكره ان شاء الله هيروح سفاره وهنخلص الفيزا ويسافر الاثنين او الثلاث ماكسيموم يعني. المانيا ها؟ تم استقرار العمليه تكون في المانيا. هتعمل؟ العمليه هتكون العمليه الجراحيه بالنسبه لمحمد محمود هتكون في المانيا خلاص بشكل نهائي صح؟ ان شاء الله في المانيا. والتاهيل فيما بعد العمليه، التاهيل تم الاستقرار على مكان التاهيل بالنسبه للاعب؟ لسه التنسيق دلوقتي حصل على العمليه. العمليه ان شاء الله تعمل في المانيا، التاهيل طبعا اكيد ان انا هطلب مقاطعه، اعتقد ان الاهلي عارف برضه ان التاهيل بره هيبقى احسن بكتير لمحمد محمود. اكيد. فبنصر برضه في المركز في المانيا برضه ان هو يتاهل فيه ان شاء الله، بس نخلص العمليه على خير ان شاء الله ونبتدي الخطوه الثانيه خطوه يعني. تمام. البعض قال ان كابتن نادر شوقي وكيل اللاعب يعني كان ليه بعض التصريحات ان ممكن الاصابه يتم اكتشاف ان هي مش رباط صليبي لما يتعرض الاشعه او تتعرض الاشعه ويتعمل اشعه جديده بالنسبه للاعب هناك في المانيا، هل الكلام ده صحيح ولا الامور ايه بالظبط؟ لا طبعا مش صح، ولا انا قلته ولا هو كتب في حته معروفه ولا اي حاجه، ده واحد بيجود بس، لكن لا الاشعه اول ما اتعملت بعتها المانيا وتاكد ان هو رباط صليبي ساعتها يعني، ودروك خارجي، والاثنين ان شاء الله هيتعملوا مشيت الاعمال في المانيا عند دكتور فايلر. والنادي الاهلي عارف دكتور فايلر كويس، فيعني انا مطمن لحد ما ان شاء الله مشيت الرحمن كلها مش كويس ان شاء الله. انا مش طبيب عشان اقول مش عارف صح ولا غلط، طبعا انا دوري ان انا اتاكد من حاجه وانسق مع اداره النادي الاهلي عشان نعمل احسن حاجه للولد لعيب النادي الاهلي محمد محمود. بالظبط. طيب هل الطبيب الالماني حط رينج مثلا المده اللي ممكن يغيبها محمد محمود من خلال هذه الاصابه لما شاف الاشعه؟ اي رباط صليبي دلوقتي حتى بنتكلم في 8 شهور، ده اي رباط 8 شهور الدكتور بيقول لك 8 شهور، تيجي بقى 6 تيجي 7، المهم ان هي في السيف سايد 8 شهور. تمام. ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا، وخصوصا ان هو احد اللاعبين البروميسنج بشكل كبير جدا للكره المصريه بشكل عام. طيب بالنسبه للجونه، وحضرتك طبعا المدير التنفيذي للشركه المسؤوله عن فريق كره القدم بنادي الجونه، وضميته من النادي الاهلي كل من احمد حمدي واحمد ياسر ريان، يعني هل في اتجاه لضم مزيد من اللاعبين من النادي الاهلي؟ هل في مفاوضات من قبل نادي الجونه؟ اكيد طبعا. مين بقى ممكن اللاعبين اللي يتم اضافتهم؟ لا مين دي صعبه شويه، بس اكيد في تنسيق مع اداره النادي الاهلي، لان برضه لعيبه النادي الاهلي بتدي اللي احنا عايزينه في نادي الجونه، ف يعني احنا شغالين مع اداره النادي الاهلي ان احنا برضه نخلص 2 لعيبه او 3 في الفتره دي. 2 لعيبه.
هل المفاوضات في مراحل متقدمه مع النادي الاهلي؟ اكيد دايما المفاوضات بتبقى صعبه شويه في الاول، بعد كده بتهدى، بس ربنا يوفقهم النهارده الاول، بعد كده نكمل بكره المفاوضات يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن نادر شوقي طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا وكيل اللاعبين ووكيل كمان لاعب النادي الاهلي محمد محمود تعرض لاصابه مؤخرا، وكمان المدير التنفيذي للشركه المسؤول عن كره القدم بنادي الجونه، بنشكره شكرا جزيلا واكيد بنتمنى له كل التوفيق. نرجع لاستاذ محمد درديري الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، وكنا بنتكلم عن النادي الاهلي والتشكيل ورؤيتك للمباراه بشكل عام، لكن عايز اتكلم عن مستر مارتن لاسارتي وتقييمك للمباراتين اللي هو قادهم بشكل رسمي على النادي الاهلي، سواء مباراه بيراميدز او مباراه سموحه المحليتين حتى الان. اكيد من السبب الاول ان احنا نحكم بشكل جيد على المدير الفني. هو يعني قاد مباراتين مع النادي الاهلي في البطوله المحليه، خسر واحده وكسب واحده، ممكن احنا شايفين في تغيير في مستوى النادي الاهلي فنيا في المباراتين. يمكن ظروف الاصابات والغيابات الكثيره بتاثر بشكل كبير على اختيارات المدير الفني. بعد الاضافات الجديده اعتقد ان هنكون النهارده يمكن اول مباراه اختبار حقيقي للمدير الفني، اول مباراه افريقيه هياخدها. اعتقد ان مباراه اليوم هتدي بشكل كبير انطباع جيد لجماهير الاهلي يعني الفريق بعد التدعيمات الجديده ووجود اكثر من لاعب، يمكن على الاقل ثلاث لاعبين من الجداد هيشاركوا النهارده. هم الثلاثه الموجودين اللي تم قيدهم حتى الان، لسه في اربع اماكن. دي طبعا لقطات لحسين شحات في مباراه الاهلي وسموحه المباراه الاخيره، واللي قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 1-0 بهدف علي معلول المتالق مع النادي الاهلي فور عودته من الاصابه. اتفضل. فبقول لحضرتك اكيد لسه قدامنا فتره طويله عشان نقدر نحكم على المدير الفني، وكان هناك بعض البوادر الجيده جدا. بوادر جيده اكيد طبعا. تتمثل في ايه؟ تشكيل مختلف، طريقه اللعب مختلفه، في اداء هجومي للنادي الاهلي في المباراتين، ضغط كبير على الفرق الخصم بطول الملعب، وده شيء ما كناش بنشوفه يمكن فترة الاخيره النادي الاهلي. يمكن هو الشيء اللي بيعيبه ان في بعض هبوط في الاداء في الشوط الثاني بنلاحظناه في المباراتين اللي اتلعبوا لحد دلوقتي. ممكن يكون ضغط احمال بدنيه، اجهاد لبعض اللاعبين مع تولي المباريات في الفتره الاخيره. اعتقد ان الجهاز الفني قادر انه يعالج الشيء ده في الفتره اللي جايه، ويمكن هنشوف مباراه النهارده بشكل كبير الاداء. كلنا بننتظر اداء جيد من النادي الاهلي في اول اختبار حقيقي في البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله تكون بدايه جيده للنادي الاهلي في دور المجموعات، لكن النهارده تواجد الجمهور اكيد هيكون شيء مهم بالنسبه للنادي الاهلي. 10,000 مشجع هيكونوا متواجدين ان شاء الله في مباراه النهارده، ايه اللي حابب تقوله لجمهور النادي الاهلي لمساندته للفريق في مباراه مهمه زي دي؟ اكيد وجود جمهور النادي الاهلي مهم جدا، وان كان 10,000 مش هو العدد الكبير اللي احنا نامل انه يكون موجود، لكن في النهايه الامن فرض علينا 10,000 متفرج. بقول لهم الجمهور يشجع النادي الاهلي فقط، ما يلتفتش لاي حاجات ثانيه، اي حد كان او اي شخص بيهاجم النادي الاهلي او كده، مجلس اداره النادي الاهلي قادر بالطرق القانونيه انه وده اللي بيحصل دلوقتي بالظبط، انه يقدر يضع كل شخص في حده. اعتقد ان النادي الاهلي جمهوره مهمته النهارده تشجيع النادي الاهلي لاخر نفس ولاخر دقيقه. مباراه صعبه جدا، بالعكس احنا لو جبنا هدف نحاول نعزز بالثاني وبالثالث لضمان صداره المجموعه. تشجيع النادي الاهلي لاخر لحظه وعدم الالتفات لاي اشياء بعيده عن كره القدم طبعا. في نفس المجموعه دي سيمبا التنزاني فاز النهارده على فريق شبيبه الثوره الجزائريه بنتيجه 3-0 هناك في تنزانيا، هل ده يدي مؤشر قوي بمدى قوه فريق سيمبا التنزاني وانه هيكون منافس في هذه المجموعه مع النادي الاهلي وبيتا كلوبا الكونغولي؟ اكيد طبعا. يمكن مجموعه النادي الاهلي فيها ثلاث فرق جماهيريه، يعني الثلاث فرق عندهم اجواء جماهيريه، سواء في تنزانيا هتلاقي الملعب ممتلئ عن اخره، في الجزائر اكيد طبعا، وفي الكونغو. مباراه مجموعه الاهلي مش سهله زي ما الناس متخيله او بتتصور ان المجموعه سهله، لا، عندها ثلاث فرق قويه. سيمبا التنزاني في الفتره الاخيره بيأدي باداء جيد جدا، وبقى مصنف على المستوى القاره الافريقيه، واحنا يمكن شفنا ان النهارده قدر يكسب 3-0 على ارضه وسط جمهور. النادي الاهلي يعدي مباراه النهارده على خير ويحقق ثلاث نقط، وبعد كده نفكر في المباريات اللي بعدها سواء في الجزائر او لما يجي لنا سيمبا هنا. يمكن ترتيب المباريات انا شايف انه جيد جدا للنادي الاهلي، انه اول مباراه هنا على ارضه، وبعدين يروح يلعب مع الجزائر بره. يمكن بعد الهزيمه الثلاثه النهارده فرصه ان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه هناك ويرجع. هل هي فرصه ولا هتزيد المباراه صعوبه، خصوصا الفريق ده هيبقى عايز على الاقل ان هو يكسب المباراه دي عشان الخساره الكبيره اتعرض ليها النهارده؟ اكيد، بس يمكن خبره النادي الاهلي الافريقيه هترجح كفته هناك. يمكن احنا شفنا صعب سيمبا، مش هو برضه الفريق اللي يقدر يحقق يعني نتيجه كانت مفاجاه لينا كلنا. انا قلت ممكن يكسب واحد او اثنين، لكن ثلاثه كتير. يمكن ده برضه بيدي مؤشر ان المستوى الجزائري مش بنفس قوه الفرق المقدمه في الجزائر في الفتره الاخيره.
دي فرصه النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه هناك كمان في الجزائر ويجي يكسب سيمبا هنا في الماتش الثالث، يبقى انت كده متاهل وضمنت تاهل مبكرا للادوار اللي بعد كده. عكس الموسم الماضي اكيد طبعا كانت الامور صعبه شويه على النادي الاهلي. طيب في وجهه نظرك كيف يتم حل ملف الاصابات ده في النادي الاهلي؟ يمكن الملف متشعب شويه. يعني الناس كتير بتدي اتهامات لطبيب النادي الاهلي، انا شايف ان هو ملوش ذنب برضه في حاجات كتير. الراجل مظلوم بصراحه في النادي الاهلي بيعاني من الاجهاد، تولي مباريات بشكل كبير في الفتره الاخيره، ما لعيبه كتير ما خدتش راحه، الى جانب بعض ارضيات الملاعب السيئه بتاثر برضه على مستوى اللاعبين، بتاثر على الاصابات. يمكن جهاز فني جديد، في مدرب احمال جديد، اعتقد ان الفتره الجايه هيتم دراسه احمال اللاعبين، كل لاعب على حده هيبقى له ملف كامل بيحتاج ايه من التدريبات عشان نتجنب الاصابات دي الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. اعتقد ده شيء مهم جدا، ندي فرصه للجهاز الفني ومدرب الاحمال الجديد انه يعمل، وان شاء الله نتمنى ان الاصابات الكتيره في النادي الاهلي تقل الفتره اللي جايه. بصراحه عدد كبير جدا ما شفناش كده قبل كده في النادي الاهلي. نتمنى ان يتم علاج الاصابات في اقرب وقت وعوده لكل اللاعبين اللي غائبين. وطبعا اصابه محمد محمود اصابه كبيره جدا، صعبة. يعني كان الصدمه اثرت نفسيا في كل الاهلاويه بصراحه، صحيح، وحتى غير الاهلي والله ناس كتير. اكيد اكيد كل جمهور الكره المصريه يعني لاعب يعني مهم لاعب مهم جدا للنادي الاهلي ومبشر ومهم لمنتخب مصر وشارك في الفتره الاخيره مع المنتخب. اعتقد ان هو صغير في السن، قدامه فرصه انه يرجع بالاراده والعزيمه انه يقدر يرجع مره اخرى ويرجع احسن من مستواه قبل الاصابه ان شاء الله. في رؤيتك متى يتخلص النادي الاهلي من هذه الفتره الصعبه اللي اعتقد طولت شويه في ظروف خارجه عن اراده الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره وكل من ينتمي للنادي الاهلي؟ يمكن يعني نتمنى الفتره الجايه خلال شهر شهر ونص يكون ملف الاصابات في النادي الاهلي انتهى تماما، يعني غير اصابه محمد المعهود اكيد هتطول شويه. هل الموضوع متعلق باصابات بس ولا متعلق بعدم توفيق بيحالف النادي بشكل عام؟ الاثنين، يعني الاصابات دي اصابات ده قدر طبعا، يعني في ناس بتقعد تتكلم عن حاجات غريبه وبتتكلم على دي، احنا طبعا الكلام ده غير طبعا غير مش النادي الاهلي بيتكلم على الكلام ده خالص يعني. لكن هي سوء توفيق اولا واخيرا من اللاعبين، ومع تولي المباريات والاجهاد اكيد ده بيأثر بشكل كبير. نتمنى خلال الفتره اللي جايه خلال شهر شهر ونص يكون ملف الاصابات ده كله ان شاء الله كل لعيبه جاهزه مع النادي الاهلي، ويرجع محمد محمود لفريقه. يمكن برضه سوء حظ غريب اول مباراه ليه، ان شاء الله يرجع واحسن من الاول ان شاء الله. نتمنى له كل التوفيق والسلامه يا رب، سواء محمد محمود او كل اللاعبين اللي عندهم اصابات مختلفه في صفوف النادي الاهلي في هذه الفتره. في حاله عودتهم كلهم يبقى النادي الاهلي يمتلك قائمه رائعه من اللاعبين بشكل عام، كلهم يكونوا متاحين لمستر لاسارتي فيما هو قادم من مباريات. توقعاتك للمباراه النهارده؟ زي ما قلت مباراة صعبة، بس أتوقع إن شاء الله إن الأهلي يقدر يحقق الفوز بهدفين إن شاء الله النهاردة. مين اللاعبين اللي من وجهة نظرك ممكن يكونوا مؤثرين في صفوف النادي الأهلي في مباراة اليوم أو على مدار كمان المباريات القليلة السابقة؟ أكيد طبعا صفقات كبيرة، حسين الشحات ورمضان صبحي هيبقى لهم دور بشكل كبير، ونتمنى مروان محسن يسجل النهاردة ويبقى استمرار للمستوى الفترة الأخيرة، يعني سجل في أكثر مباراة، نتمنى إنه يتواصل تسجيله النهاردة ويرجع للمستوى المعروف، وكل النادي الأهلي التوفيق النهاردة إن شاء الله. بخلاف مروان، بخلاف الصفقات الجديدة، مين اللاعب اللي ممكن يصنع الفارق مع النادي الأهلي بخلاف الصفقات الجديدة؟ أكيد في لعيبة كتيرة في النادي الأهلي زي من وجهة نظرك عمرو السولية في نص الملعب وهشام محمد يبقى اللي عليهم دور كبير جدا انه يبنوا هجمات بشكل كويس ويقدروا يصدوا هجمات فريق الكونغولي، فريق قوي وعلي جدا. معلول اعتقد وعلي طبعا علي من الجبهه اليسرى عودته كانت ايجابيه بشكل كبير للنادي الاهلي، وقدر في المباراه الاخيره انه يسجل هدف الفوز. نتمنى ان هو يستمر الفتره اللي جايه على نفس المستوى، عائد من اصابه وغياب فتره طويله، فوجئنا ان هو ما شاء الله مستواه كويس وهيخش في المباريات فورمه المباريات بسرعه. علي معلول برضه من اللاعبين المهمه جدا للنادي الاهلي، اتمنى ان هو يستمر على المستوى ده ويحقق حاجات ايجابيه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. اخيرا النتيجه كام؟ ان شاء الله النهارده هو طبعا التوقعات صعبه، بس اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله، يعني توقعات فوز الاهلي 2-0 يا رب يا رب ان شاء الله. استاذ محمد درديري الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا طبعا. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الامور من خلال العديد من الفقرات، وكانت اخر فقره معانا هي فقره الضيف واللي اتكلمنا فيها بالتحديد وبالاخص عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي النهارده، واللي نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي في بدايه قويه وجيده في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ودور 16 بالتحديد. بدايه هتبقى دافع قوي لاستكمال هذه البطوله وحصد هذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي لاكثر من 5 مواسم. نعتذر لكم لو الريتم بتاعنا كان سريع النهارده لان كان معانا العديد من الاخبار الهامه جدا، واللي حاولنا بقدر الامكان ان احنا نتكلم في كل تفاصيلها. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا حلقه جديده من كلام في الميديا، الى اللقاء.